الازهر الشريف وارض وادي التفاح والازهر الشريف. حكموا حسن مبارك القتلة المفسدين. مصريين يا مصريين. احموا الثورة يا مصريين. الشعب يريد تطهير البلاد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الإسلام هو دين الحرية، ولذلك قبليا تحية لشهداء الثورة الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا وتقبلهم في الصالحين، واسكنهم فسيح جناتك، واجعلهم مدادا لنا الى يوم القيامه، واجعل دمهم لعنه على الظالمين، على القتلة والمفسدين. حكموا حسن مبارك. حكموا حسن مبارك. حكموا القتلة المفسدين. تعالوا نتفق على الحرية التي هي أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية. إن الإسلام جاء بالحرية، تعالوا لنتفق جميعا على الحرية التي يتآمرون عليها جميعا. يتآمر أعداء الحرية على حريتنا، على حرية شعب مصر. هلما نتعاون على الحرية، هلما نتعاون على الإخاء، هلما نتعاون على الحق والعدل، هلما نتعاون على المساواة، هلما نتعاون على الإيجابية ونبذ السلبية. هلما جميعا نقول لا للوصايا. لا نقبل وصايا من أحد على أحد، لا نقبل إقصاء من أحد لأحد، لا نقبل استئصالا من أحد لأحد. نحن نريد الإيجابية من الجميع. نريد أن يقف الجميع في خندق واحد ضد الظلم، ضد القهر، ضد الاستبداد. نريد للجميع أن يقف وقفة شامخة في مصر التي حماها الله تبارك وتعالى وجعلها كنانة في أرض مصر العظيمة على مر العصور، التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: إن الله سيفتح عليكم مصر، فإذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فاتخذوا منها جندا كثيفا. لماذا يا رسول الله؟ قال: فإنهم خير أجناد الأرض، وإنهم أهلين في رباط دائم إلى يوم القيامة. تعالوا نتفق جميعا على تحقيق مطالب الثورة التي قامت من أجلها. وأنا بدوري كأزهري، أطلب من الجميع أن نقف يدا واحدة، وتطالبون بما نطالب به نحن علماء الأزهر. نحن نطالب بزيادة واستقلال الأزهر الشريف. نحن نطالب بعودة هيئة كبار العلماء بمواصفاتها القديمة وبالانتخاب الحر المباشر. نحن نطالب أن تقوم هيئة كبار العلماء المنتخبة بترشيح مجموعة من العلماء لتصلح لمنصب شيخ الأزهر، يختار منها العلماء شيخا للأزهر. نحن مقررون بزيادة الانتخابات جميع قيادات وقطاعات الأزهر. نحن نطالب بعودة أوقاف الأزهر الشريف المصادرة إليه. نحن نطالب بتوحيد المؤسسة الدينية تحت لواء الأزهر الشريف من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.